السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناتكم السعودية. برئاسة ولي العهد، مجلس إدارة شركة آلات يعين أمت ميدا رئيسا تنفيذيا. في إنجاز وطني جديد، تدشين مصنع للطائرات بدون طيار بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويا في الرياض. ولتعزيز الشراكات وفرص التعاون، انطلاق النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص في العاصمة الرياض. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة السيدة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن مجلس إدارة شركة آلات تعيين أمت ميدا رئيسا تنفيذيا للشركة. ويعد أمت أحد رواد الأعمال العالميين، إذ ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة وأكثر من 40 دولة أخرى. وستركز آلات على قيادة التحول في القطاع العالمي مثل الإلكترونيات والصناعات المتقدمة وإنشاء مركز لتصنيع بمعايير عالمية في المملكة. كما ستتبع الشركة ممارسات التصنيع المستدامة بالطاقة النظيفة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها وتسريع وتيرة العمل نحو تصنيع خال من الكربون. تناول الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع مع وزير الدولة للدفاع والسياحة الهندي علاقات الصداقة بين البلدين وبحثا أفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحث الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني مع وزير الدفاع الوطني الكوري وان سيك شان سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي وفرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية. تستمر لليوم الثالث على التوالي فعاليات معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية في الرياض بمشاركة أكثر من 75 دولة. يعد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية من أهم الأحداث العالمية الرائدة في مجالات الأمن والدفاع، وتستمر فعاليات هذا المعرض حتى يوم الخميس المقبل. وقد دشنت شركة إنترا للتقنية الدفاعية بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية مصنعا للطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويا في إنجاز وطني يحدث تحولا في مجال الطائرات بدون طيار في المملكة والشرق الأوسط. يعد مصنع شركة إنترا للطائرات بدون طيار مركزا تكنولوجيا حديثا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه الحديثة. وبالعودة إلى الأخبار الملكية، فقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وقد اطلع المجلس على فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو أمير دولة الكويت وعلى نتائج مباحثات سموه مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل. أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس تناول مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة والدول في الأيام الماضية لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق
المشترك بما يسهم في معالجة التحديات العالمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا. قد أشاد المجلس في هذا السياق بمخرجات الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، وأشار إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ 100 مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال ونبذ العنف والتطرف. وقد عد المجلس استضافة المملكة للمؤتمر 16 للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التسحر في ديسمبر القادم خطوة مهمة في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول فاعلة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع. وقد اطلع المجلس على موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها الموضوعات التي اشترك في دراستها مجلس الشورى وما انتهى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك اللجنة العامة للمجلس وهيئة الخبراء في المجلس، وانتهى إلى ما يلي. أولا، الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثانيا، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود في مجال الشؤون الإسلامية. ثالثا، تفيض وزير الصناعة بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر. رابعا، تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال تصنيع الأدوية الحيوية والخلوية والجينية والتوقيع عليه. خامسا، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية. سادسا، تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الترينيدي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وتفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل. ثامنا، الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطنية. تاسعا، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 22 من الشهر الرابع من عام 1439 للهجرة الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو الوارد في القرار. عاشرا، اعتماد مواقع خام رمل السيليكا الرمل والصخر الأبيض المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة. 11، تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة لمدة سنتين وفقا لعدد من الضوابط. أطلق صندوق الاستثمارات أعمال النسخة الثانية من منتدى الصندوق والقطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا يصل إلى 6 تريليونات و400 مليار ريال في عام 2030 متجاوزا بذلك الرقم المستهدف. من العاصمة الرياض انطلقت النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الأكبر من نوعه في المملكة، حيث يمثل جسرا حيويا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص تحقيقا لرؤية 2030.
منتدى صندوق الاستثمارات في نسخته الثانية يبرز كنقطة تحول استثمارية رائدة في المملكة، ويوفر منصة لاستطلاع الفرص وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الثانية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وأطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة عمله كمحركاً للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص. الاستثمارات تفتح أفقاً لفرص عمل جديدة، وتركز على تسريع النمو من خلال اعتماد أحدث التقنيات، وهذا ما أكد عليه وزير الصناعة بندر الخريف خلال المنتدى. لكن هذه الاستثمارات بدون شك ستخلق مستوى عالي من الطلب، فرص وظيفية، فرص أيضا للإبداع والابتكار والتطوير. يمكن هذا جانب يعني احنا معطينا أهمية كبيرة جدا في القطاع الصناعي، لأننا على قناعة بأنه يمكن قدرتنا على أن احنا نسارع في النمو في القطاع الصناعي ستكون رهينة بمدى تمنينا للتقنيات الجديدة. وزير الاستثمار خالد الفالح بدوره توقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا يصل إلى 6 تريليونات و400 مليار ريال خلال عام 2030، متجاوزا الرقم المستهدف. ويعود هذا النجاح بشكل كبير إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا المسار الاقتصادي المتقدم. الاقتصاد راح ينمو من 2 تريليون و600 مليار بإذن الله إلى أكثر من المستهدف الرقمي اللي هو 6 تريليون و400 مليار. ف 65% من 6 تريليون و400 حوالي 3 إلى 4 أضعاف مساهمة القطاع الخاص ما قبل الرؤية من ناحية الكم والحجم والنوع. المؤتمر يأتي استمرارا لجهود الصندوق في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، مع إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى تحفيز التنوع الاقتصادي ورفع قدرات القطاع الاستراتيجية، ويعكس التزام المملكة بتمكين القطاع الخاص. منتدى الصندوق والقطاع الخاص يحمل رسالة قوية بتعزيز دور الشركات المحلية، ويعكس التزام الصندوق بزيادة الاستثمار المحلي وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. إلى ذلك، كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن أكثر من 100 مليون سائح داخلي وخارجي قد زاروا مناطق المملكة في العام 2023 الفائت. حققنا هدف 2030، وصلنا العام إلى 100 مليون سائح، 77 من الداخل و27 من الخارج، فوق ال 100 مليون. بعدنا نشتغل الآن على استراتيجية كيف نصل إلى 150 مليون سائح، 80 مليون من الداخل و70 مليون من الخارج. اليوم احنا 27 مليون من الخارج، فإنك تصل إلى 70 مليون من الخارج وتصبح من أكبر 10 دول في العالم. اليوم احنا رقم 13 في العالم، تصبح من أكبر 10 دول في العالم، أعتقد أنها إن شاء الله إنجاز كبير ويعتبر من مكتسبات رؤية 2030. من جانبه، أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن العمل مستمر لجعل عسير الوجهة السياحية الأولى في المملكة. فإننا في شركة عسير للاستثمار، وبعد إطلاق العمليات التشغيلية اليوم سنعمل مع شركائنا بكل جهد لتكون عسير هي الوجهة السياحية الأولى في المملكة. سنكشف معاً عن الفرص الكامنة في أصالتنا، الفرص الكامنة في طبيعتنا، لنحولها معاً إلى قصص نجاح مستدامة. وقد أطلقت شركة عسير للاستثمارات عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة في إطار توجه المنطقة الاستراتيجية بأن تكون وجهة عالمية للسياحة على مدار العام. كان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر من عام 2022 بصفتها ذراعا استثماريا تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين. من المقرر أن تعلن الشركة تفاصيل مشاريعها الرئيسية لاحقا.
وفي سياق المنتدى أطلق صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني برنامج تمويل المقاولين الهادف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي عبر توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب توفير مشاريع مصممة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات. كما قدم الصندوق جائزة مساهمة للقطاع الخاص، وتم تكريم 5 شركات وطنية حققت أفضل أداء في المحتوى المحلي ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية. في الأخبار المحلية، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز محافظة ميسان ضمن جولته التفقدية ورأس اجتماع المجلس المحلي، وناقش المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، والتقى أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم. كما زار محافظة تربة والخرمة والمويه ضمن جولاته التفقدية في المنطقة ورأس اجتماع المجالس المحلية واطلع على المشروعات الجاري تنفيذها. وحول هذه الزيارة لنائب أمير منطقة مكة المكرمة معي من محافظة المويه مراسل الأخبار محمد الثقفي. أهلا بك محمد، تطلعنا في هذه الثواني القادمة على مجمل وأهمية هذه الزيارات التفقدية في هذه المنطقة. شكرا لك ظافر ومساءك سعيد. 5 محطات جابها حتى مساء الليلة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل ضمن جولته الثانية لمحافظات منطقة مكة المكرمة، والتي تأتي بعد شهر من تعيينه نائبا لأمير المنطقة. تعرف وجاب هذه المحافظات والتقى بأهاليها وعقد فيها المجالس المحلية، أسفرت عن عدد من المشروعات في مساء هذا اليوم وفي صباح هذا اليوم حتى المساء. تم الإعلان عن عدد من المشروعات في محافظة تربة بواقع 17 مشروعا، وفي محافظة الخرمة 6 مشروعات، وفي محافظة المويه 37 مشروعا تضاف إلى 122 مشروع بمحافظة الطائف، و15 مشروعا بمحافظة ميسان. هذه المشاريع التي تم تدشينها وأيضا استعراض وتيرة العمل على الجاري استكمالها، هي تدل على ما حمل أو ما تحمله هذه الزيارة من مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين والمحافظات، وهو ما تمثل بزيارة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بناء على التوجيه الكريم من القيادة الحكيمة. أهالي هذه المحافظات تلقوا وتفاعلوا مع هذه الزيارات ببالغ الترحيب، إزاء ما يتلقونه من دعم كبير للإنصات لمتطلباتهم التنموية والتطويرية لهذه المحافظات والمراكز. الأستاذ خالد بن سجدي العتيبي وهو عضو المجلس المحلي بمحافظة المويه يعلق على هذه الزيارة وبماذا أسفرت عنه وماذا زاحت الستار عن بعض المشروعات. أهلا وسهلا بكم أستاذ خالد، سعادة بتواجدك معنا. واليوم يعني زيارة ما شاء الله شملت 3 محافظات، تم إعلان عدد من المشروعات ومناقشة المشروعات المتبقية والجاري استكمالها، كيف تقرؤون وتترجمون هذه الزيارة وأثرها على المحافظة والمراكز؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فبتوجيهات كريمة من القيادة الحكيمة استقبلت واستبشرت اليوم محافظة المويه وأهالي محافظة المويه بالزيارة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الذي دشن أكثر من 37 مشروعاً في جميع في محافظة المويه وجميع مراكزها، تطرق لأكثر المشاريع للطرق وتطرقت للمياه والكهرباء وعدد من المشاريع التنموية التي تهم
وتخص المواطن في هذه المحافظة. شكرا لك، يعطيك العافية أستاذ خالد، شكرا لك. شكرا. إذن زميلي ظافر، يعني لعل هذا الانطباع الذي يتلقاه الأهالي هو بمجمل ما يحظى به ويتفاعل معه جميع أهالي محافظات منطقة مكة المكرمة مع هذه الزيارة الميمونة، والتي فعلا كما ذكرنا هي عملية تطويرية مستمرة وشاملة ومتوازنة نحو بيئة، يعني بيئة تنموية تحمل كافة متطلبات الأهالي والمراكز. شكرا لك محمد، كنت معنا من الميم. نشرتنا هذه مستمرة بعد الفاصل. فيها لأول مرة في تاريخها المنتخب الأردني يبلغ نهائي كأس آسيا 2023 في قطر. تحلم بإيطاليا، فإنك تبحث عن أكثر من مجرد وجهة، أنت تبحث عن الموضة التي تبهر العالم، عن أطباق لطالما رغبت بتذوقها، عن دفء يجعلك تشعر بالانتماء. ماذا لو كل ما تبحث عنه يمكنك أن تختبره قبل أن تصل إيطاليا؟ إيتا إيرويز، A sky full of Italy. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد، طبيعي من غارنييه. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء، هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. هلا والله. هلا، تفضلي. شكلي دخلت البيت الغلط. غيرنا كل شيء، كنب جديد، تلفزيون جديد، تعالي على المطبخ، خزاين جديدة وجلاية جديدة. جلاية؟ ليش جلاية قاعدة تشيل دهون صعبة زي كذا؟ وأحسن من الليفة كمان، بس في كبسة زر. قوة نظام التنظيف اللي في الجلاية وتركيبة فينج ألتيميت الخارقة لتقضي على الدهون يعطوك 100% نظافة أفضل من الجلي اليدوي. كله جديد، شكلها هبيلي جلاية. بوش متوفر الآن في المملكة بأسعار خاصة. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء، هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عقوبات على منشآتين لتواطؤهما في المنافسات الحكومية. أوضحت الهيئة أنه قد تم تغريم مؤسسة محمد حسن محمد شطران للمقاولات العامة ب1,915,000 ريال، وكذلك شركة سايد للأعمال المقاولات العامة ب2,233,000 ريال لتواطؤهما في المنافسات الحكومية. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرب انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار شهادة امتثال المباني التي تضمن التزام ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع بمعالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري. أوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات المتعلقة بإصدار شهادة امتثال تنتهي بتاريخ 16 فبراير الجاري. وقعت شركة سار عقدا مع شركة ساتلد السويسرية لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة الشرق، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى تسهم
في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى ما يقارب 4 ملايين راكب سنويا، وإتاحة تسيير رحلات مباشرة إكسبرس بين الرياض والدمام لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة. تنتهي اليوم فترة الاشتراك في منتج الادخار صح المدعوم حكوميا والمخصص للأفراد بعوائد مجزية. حدد المركز الوطني لإدارة الدين عائدا أول لصكوك ادخارية للأفراد السعوديين لشهر فبراير بعائد 5.64%، إذ يبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال وبحد أعلى يصل إلى 200 صك بقيمة 200,000 ريال. شهدت وزارة المياه والبيئة والزراعة اليوم توقيع أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنية الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي. تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي السعودي وتحسين الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع. في أخبار الرياضة، تأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه الرياضي إلى نهائي كأس آسيا 23 في قطر بعد فوزه على نظيره الكوري بهدفين دون رد. شوف الأداء، شوف المهارة، شوف التلاعب، شوف النهاية. مستحيلة يا أردن، مستحيلة يا نشامة، مستحيلة يا تعمريم. أريد مقعدا على الطاولة، أريد مقعدا على الطاولة. هذا مقعدي، هذا مكاني، هذا منتخبي، هذه قصتي، هذا تاريخي. في أخبار الطقس السعودي، تجذب أجواء المملكة المختلفة الطقوس كما اختلاف تضاريسها السياحة والرحالة نظرا لتباين درجات الحرارة في الوقت ذاته، وكذلك تعدد الظواهر المناخية بين منطقة وأخرى في السعودية لا سيما في فصل الشتاء، تتنوع ما بين الاعتدال في المناخ في المناخ في مناطق أخرى، برد قارس وتساقط للثلوج في مناطق أخرى أيضا. في الوقت الذي تتساقط فيه الثلوج ويتشكل الصقيع على مرتفعات شمال المملكة وتتدنى فيها درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، يعيش عدد من سكان المحافظات والمناطق في المملكة أجواء دافئة ومعتدلة. فعلى سبيل المثال، درجات الحرارة في مرتفعات منطقة تبوك في فصل الشتاء ظهراً أبرد من درجات الحرارة فجراً على منطقة جازان في ذات اليوم، ولا غرابة. فإذا ما علمنا أن مساحة المملكة بمساحة قارة مترامية الأطراف متنوعة التضاريس على مساحة تتعدى 2 مليون كيلومتر مربع وامتدادها بشكل كبير على الأرض، فلك أن تتصور أن اختلاف درجات الحرارة بين منطقة وأخرى في ذات الوقت قد يصل إلى نحو 21 درجة مئوية، وهو تباين كبير للغاية. يعود انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة في فصل الشتاء لعدة عوامل يأتي من أبرزها قربها جغرافياً من مؤثرات الكتل الهوائية الشمالية القطبية الباردة، إضافة إلى نسب الارتفاعات عن مستوى سطح البحر والقرب أو البعد من الساحل. وإذا ما تساءلنا عن سبب تساقط الثلوج على مرتفعات شمال المملكة دون غيرها من الجبال رغم ارتفاعاتها البسيطة مقارنة بجبال السروات جنوباً، فإن السبب يعود إلى وقوعها على مسار المنخفضات القطبية الباردة وتعمقها، وتسبب في انخفاض ملموس في درجات الحرارة
على هذه المناطق. مصعب الديحاني، تبوك. وفي الوقت ذاته توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير الباحة ومكة المكرمة، مع فرصة لتكون ضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وعلى أجزاء أيضا من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والجوفة. كان في هذه النشرة خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء. برئاسة ولي العهد، مجلس إدارة شركة آلات يعين أميت ميدا رئيسا تنفيذيا للشركة. ولتعزيز الشراكات وفرص التعاون، انطلاق النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص في الرياض. في إنجاز وطني جديد، تدشين مصنع للطائرات بدون طيار بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنوية في الرياض. وعند 12:30 من هذه الليلة إن شاء الله لقاء إخباري يتجدد بكم إن شاء الله. ابقوا دائما في سلام وأمن وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.